السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. واصل ما وضعنا فيما يتعلق بنظام صعوبة المقاولة والمساطر التي تتعلق بهذه المقاولة بصعوبة المقاولة، لا من حيث الوقاية الداخلية ولا من حيث الوقاية الخارجية أو التسوية الودية، وإحنا اللي في الصداد ديالها بتفصيلها. وقد رأينا بالنسبة لتسوية الودية في حصص سابقة فتح ديال إجراء التسوية الودية وما يتطلبه من شروط لفتحها، وتحديد وضعية المقاولة، تعيين المصالح والوقف المؤقت للإجراءات، كذلك اتفاق ديال التسوية الودية، وكذلك شفنا إبرام ديال اتفاق ديال التسوية الودية، والآن غنشوفو آثار ديال اتفاق التسوية الودية. إذا آثار التصفيق الودية يترتب عن إبرام اتفاق التسوية الودية أثرين أساسيين نصت عليهما المادة 558 من مدونة التجارة. أولا، يوقف اتفاق التسوية الودية أثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائية وكل إجراء فردي يكون الهدف منهما الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق، سواء تعلق إذا كانت تلك الدعوى أو ذلك الإجراء يخص مقولات المدين أو عقاراته. أما الديون التي ليست موضوع الاتفاق فلا تكون مشمولة بهذا الأثر، حيث يجوز للدائنين بهذه الديون إقامة ما شاءوا من الدعاوى القضاء والإجراءات الفردية، كما أن الدعوى القضائية والإجراء الفردي اللذين لا يكون الهدف منهما الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق لا يسري عليهما هذا الأثر، كدعاوى البطلان أو الفسخ أو النزاع في أصل الدين ووجوده. أما الأثر الثاني الذي نصت عليه المادة 558 من مدونة الإجارة فهو يوقف إجراء التسوية الودية لأجال محددة للدائنين تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق المتعلقة بهؤلاء الدائنين. وتجدر الإشارة هذا إلى أن هذين الأثرين لا يسحبان على الدائنين الذين لم يوقعوا على الاتفاق ولم تكن ديونهم مشمولة به، وبالتالي يملك هؤلاء الدائنون الحق في المطالبة بديونهم وإقامة الدعاوى وقيام الإجراءات الفردية على مقولات المدين أو عقاراته. إذا نصل إلى نهاية العرض، أعيد تشكراتي لجميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.